عالم في السباحة المفتوحة نجيب بلهدي. هذه التجربة الجديدة سيقودها بلهدي في شهر أوت المقبل، وتحديدا في بحيرة مونت إيفرست في أعلى قمة في العالم. يذكر أن نجيب بلهدي حقق العديد من الأرقام القياسية العالمية، آخرها عبور الدائرة القطبية الشمالية في أوت 13 و2000. السباح التونسي وبطل العالم في السباحة في المياه المفتوحة نجيب بلهدي يعود بقوة إلى عالم المغامرة والتحديات. فبعد الإنجازات العالمية والأرقام القياسية التي حققها منذ سنة 1993، بداية بعبوره بحر الموج بدون توقف ووصولا إلى رفع العالم التونسي في الدائرة القطبية الشمالية في أوت 2013، ها ويستعد ليخوض غبار تحدي جديد من خلال اعتزامه السباحة في مونت إيفرست في أعلى بحيرة في العالم على ارتفاع أكثر من 6000 متر. ما تقدرش علاقة مات الإنسان بما وراء العرش من الألم. أنا أصنع باسم قضية السلام الشامل سألامس سلوك السماء في ارتفاع 6100 متر اللي ما حتى واحد وصل لشيء هذا. وكل اللي يتواسى فمنش واحد في عمري قام بالإنجازات اللي قمت بها وفي العالم في 62 سنة. إذا يستحق كل تأييد، وهذا الواجب أصبح واجب وطن، وأنا نطلب منكم المساندة وعدم يعني اقتزال الأشخاص، لأن الشيء اللي قاعد نقوم به شيء عظيم وحضاري وتجاوز كل الأبعاد. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الإنجاز الرياضي العالمي الغير مسبوق، عقد نجيب بلهدي ندوة صحفية اليوم السبت 15 فيفري بمقر غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس، خصصها لتوضيح تفاصيل المغامرة التي يعتزم خوضها في أعلى نقطة في العالم غير عابئ بغدر الطبيعة ومخاطرها. نعمل تحدي نتاع أركان حوايج، إذا تعرفوها، وأنا باش نطلع قمته 6100 متر، مجهود نتاع التسلق. يعني القمة بتاع مونت إيفرست على مرمى حجر قدامي، بخلاف الغاية باش نعوم في ارتفاع شاهق جدا. الأكسجين اللي نتنفسوه إذا كان عندنا 23% أكسجين، أنا ما باش نلقى إلا 3% أكسجين، وباش نعوم 1000 متر، 1000 متر في معناها شبه منعدم من الأكسجين. والإنجاز الثالث هو أن مشنعوم في ماء بارد. سباح بريطاني. طموحات هذا السباح البطل لا تتوقف، ورغم تقدمه في السن لا يزال نجيب بلهدي يواصل تحدياته بنفس الإصرار والعزيمة، مؤكدا أنه سيلامس السماء وسيرفع علم تونس في أعلى قمة في العالم. نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من